حلقة النهاردة أنا عايزين نتكلم في أساسيات اللي متابع البرنامج عارف أن البصل من أهم الحاجات اللي أنا بعتمد عليها أن هي تبني أساس للطعم وبستخدم بصل بعدد بطرق مختلفة جدا في حلقة النهاردة احنا هنستخدم بصل برضو في كذا طريقة وهشرح لكم عايز ممكن نعتبر الحلقة دي مراجعة عن البصل ونطبقها في الاطباق اللي أنا هقدمها لكم النهاردة اهلا بكم في حلقه جديده في مطبخ 101 واحد النهارده انا عايز اعمل لكم مراجعه على ازاي ان احنا نستخدم بصل أه هنطبق الموضوع البصل في كذا حاجه اول حاجه أنا عايز اطبق عايز اوريها لكم تتبيله بتاعه اللحمه الكباب الحله عملناها أه... قبل كده من زمان خالص 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 بنجيب اكبر بوله في العالم تمام دي بصلايه مبشوره معلش عايزين تقعدوا قدام المبشره كتير ممكن تحطوها في الكبه يلا بينا اوكي فده المبشور هناخد معاه شويه طماطم لما نمسك الطماطم برضو الحتة الخضراء الفاتحة دي احنا مش عايزينها تمام؟ تتشال انا بشيل بالطريقة دي في برضو طريقة تانية ان بيجيبوا سكينة صغيرة بيبقوا جايين من من هنا ومقطعين دايا ما يدور ويطلع الحتة البيضة أم... الطريقة اللي تعجبكم اوكي جميل هنا بقى في الكبة ما دام في كبة بقى حطوا بقى البصل برضو ممكن يتقطع اربع ويتحط برضو في, في الكبة ناخد ثلاث طماطميات يعني حجم وسط مش كبير قوي ومش صغير خالص حجم وسط يعني الواحدة مثلا تطلع في حدود 100 جرام 125 جرام الحاجات دي اوكي جميل هنحط عليها بقى البهارات بتاعتنا ادي إيه كده شويه كمون ادي كده شويه شطه مش كتير اللي ما بيحبش الشطه ممكن ما يحطش الشطه اساسا بعدين طبعا هنملح ونفلفل مانم كده كده معايا الاستاذ ده يلا هنرميه جوه

بالنسبه للحمه اللي احنا مستخدمينه النهارده دي الكباب الحله البتلو بتبقى عاده الحاجات القطعيه اللحمه اللي بتبقى كويسه جدا للكباب الحله بتبقى حاجه اسمها توب سايد توب سايد ده بيبقى بالعربي الاجزاء خلفيه هي اسمها كده هي اسمها اجزاء خلفيه ما تضحكوش اسمها اجزاء خلفيه بس تمام احنا عايزين اه حتت مش كبيره ويعني حته زي دي كده لطيفه قوي اوكي فاحنا عشان كده بنقطعها صغير عشان برضو نحس ان في اه ده كباب مش فتافيت لحمه آه بس في نفس الوقت يلحق يشرب ويتوغل جوه التتبيله نفسه تمام آه؟ بس ده ممكن يتنقل ممكن يتساب يوم كامل مدام متغطي كده هنغطيه ويتغطى بستراتش كده في الثلاجه ممكن يقعد كامل يوم كامل يشرب التتبيله اكتر واكتر واكتر وهيبتدي اللحمه نفسها تبتدي تطرى اوكي البصل ميه البصل هيدي طعم وهيدينا ال هيضطر اللحمه طيب ادي كده دي هتقعد شويه كده وهي قاعده دلوقتي انا عايز اعمل لكم برده حاجه تانية لطبق اللي هنشوفها في الفصل الجاي بس عشان دي بتاخد وقت وانا برده بتجيلي عليها اسئله كتير البصل المكرمل بصل المكرمل احنا بناخد بصل اوكي ونقطعها شرايح رفيعه خالص اوكي نحطها كمية دي كميه كميه كبيره شايفين الكميه دي كميه كبيره نحط عليها شويه زيت نحط عليها ملح ونحط زبده بس بنتكلم فى معلقه كبيره زبده مكي. وكمان سكر بنى نديله بس تقليبه كده نحطه على نار هادي متوسط متغطي ملناش دعوه بيه تمام كل شويه بقى يفتحوا عليها في بخار بيطلع اتاكدوا بس ان مفيش حاجه بتحرق من تحت هنا بقى في حله الحله دي سخنه شويه سخنها نحط برده زيت أنا هنا بستخدم زيت زيتون ممكن زيت عادي ممكن سمنه اللي هتعجبكم هخلي الزبده جنبي ناخد اللحمه تبقى جنبنا هنشوح بصل نبني اساس للطعم يعني في بصل هنا بيدي طعم في التتبيله وبصل هنا بيدي طعم للصوص نفسه في هنا عندنا مرقه فراخ لو مفيش فيش مرقه فراخ استخدموا مرقه آه البتاع البقري لو مفيش فيش مرقه بقري ممكن نستخدم ايه ميه عايزين بقى تعملوا حاجه سبيشال واحنا عملناها قبل كده احنا ممكن نستخدم كمان عصير العنب بس اللي من غير سكر سائل منكه يفضل سائل منكه تمام ممكن نتحط بقى كزبره ومش عارف ايه وك... بس دي تتبيله فيري بيسك فيري سمبل في شط على طول وفي كمون على طول الاثنين موجودين بصفه سهله جدا ما فيش مش, هتروح مش هتروحوا ابطار تقول له يا عم وفي كمون هيقول لك لا يعني ده مستحيل تمام بس وناخد بقى اللحمه من التتبيله مش هنطلع يعني مش هطلع مع معلقه تتبيله بس انا ايه يبقى لسه في فاضل فيه بعض الايه الحتت بصل بدا بدات يا دوب تدبل كده هننزل اللحمه الطاسه تبقى مولعه الطاسه نفسها تبقى مولعه دي ممكن برضو تتسيخ وتتعمل كباب مشوي تمام شايفين انا بحط حته حته عشان كل شويه ببص على الطاسه او الحله عشان انا مش عايزه تبقى ايه مش عايزه احط كميه لحمه كتيره مره واحده عشان اخد اللحمه او اخد الطاسه اصلا طاسه سخنه لما احط لحمه بارده بالذات لو دي كانت في التلاجة ايه اللي هيحصل الطاسه السخنه هتبرد الطاسه السخنه لما تبرد لما احط عليها لا لما يطبخ فيها حاجه هيطلع مسلوق هيطلع اللون الرمادي الخيبان اللي احنا ما بنحبوش تمام طيب انا هكمل بقى في في الحاجات دي في الكباب الحله وعندنا البصل المكمل هنطلع فاصل لما نرجع من الفاصل هنعمل هنعمل السمك يشرب لطيف جدا نشوفكم كمان شويه رجعنا من الفاصل والحاجات عندنا لسه البصل المكرمل اهي بتغطي عليها ودخلت بقيه اللحمه بدات تاخد لون شويه زي ما احنا شايفين قار الحله قار الحله انتوا شايفين لونها ايه مغمقه قوي صح طيب في زيت في الموضوع انا عايز الصوص بتاعي يبقى تقيل يبقى له قوام لطيف فانا هعفر يعني بنكلم معلقه من الدقيق تمام وهنزل عليه بالمرقه ونغطي عليه تاني ونسيبه يبتدي يغلي ويلعب ويبقى والصوص بتاعه يتقل واللحمه كمان تكمل تسويه في الميه بتاعته يبقى كباب حله فيها صوص كده لطيف تمام نتكلم بقى في القشر البياض اللي احنا هنعمله ممكن يتعمل مع اي حاجه تانية ممكن نعمله مع مع اي نوع سمك يعني, يعني مثلا تيونا سامن باصة بوري بولتي دينيس يعني شوفوا شوفوا انتوا بقى انواع السمك اللي عندكم والوصفه دي هتنفع معاهم لان احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا مع السمك احنا هنعملها في فرايد يعني هناخد هنحط شويه زيت وزبده ويا ناخد السمك والشين وشكرا الطريقه دي احنا شفناها قبل كده سهله قوي تسويه السمك أس... اسهل بكتير جدا من تسويه اللحمه يعني هي ما بتاخدش وقت والسمك بيبقى دايما لطيف يعني تمام في نفس الوقت انا عايز اقدمه ايه بقى البصل اللي انت هتقدمها يا اسامه هي البصل المكرمل هعمل منه زي صوص كده زي بيوري لطيف جميل وبالنسبة لل هنا انا هعمل تقلية تقلية بتاعتنا مقرمشة جدا في شوية آه هنقليها في زيت بس هنعفر بشوية آه نشا في الاول تمام ده كده كويس قوي لبني ادم واحد ده كده لبني ادم التاني تو بيبل تمام حلوين دول تمام دول بقى على جنب انا مش هعملهم تتبيله ولا اي حاجه هما في الزيت وبعدين شويه الكزبره الفرش عليهم هتخليهم يبقوا طعمهم لطيف قوي. طيب ناخد بقى بوله ناس نفس الوقت احنا عندنا زيت يعني احنا بنكون محضرين الزيت اللي احنا هنقلي فيه تمام طيب فانا هناخد البصل عشان التقليه دي اللي هي متقطعه جوليان متقطعه ستريبس متقطعه زي ما انتم شايفين كده تمام في في المطاعم بقى يقول لك بقى ايه ده هاف سلايس وسلايس كامل لغويا ده كلام مش صحيح مفيش حاجه اسمها هاف سلايس هاف سلايس يعني ان انا بدات اعمل سلايسنج وبعدين وقفت في النص تمام بس هم اظن هاف مون يعني يمكن نص هلال كده يعني المهم ان احنا بنعفر بشويه النشا ممكن لو مفيش نشا ممكن دقيق برضو يعمل لنا حاجات مقرمشه لطيفه جدا بس النشا الطف في رأيي مين مين بقى مين فين شايفين بقى البصل عامل ازاي دلوقتي طبعا هو كل ده بيطلع ميه كميه البصل اللي كانت جوه قلت جامد صح وبدات اللون بتاعها يغمق كده بيبقى لطيف جدا الريحه اللي طالعه تحفه اخر مرحله اللي احنا نعملها في البصل المكارمل ان احنا نعمل بصل المكارمل بس يعني تمام هاخد شويه وستشاير صوص مفيش فيش وستشاير صوص ممكن يتحط سوي صوص بس لما تيجي تحط سوي صوص تحطوش كتير عشان السوي صوص مملح قوي تمام بس يضرب بلفه لو مفيش فيش اه وستشاير صوص ممكن نخلي بلسامك يعني ده او ده او ده ينفعوا تمام بس دول يتلفوا شوية كده ادي فرصة لان شاي صوص يندمج مع البصل نبص على اللحمة شايفين الحاجات اللي بتحصل هنا؟ Very nice تعالى بس ده بقى يكمل تسبيك مع نفسه حتى هتلاقوا هتلا... شايفين اللون بتاع الصوص محمر مع ان احنا مش حاطين الطماطم مباشره احنا دي الطماطم اللي كانت على يدوب شويه فتافيت الطماطم اللي على وش اللحمه تمام جميل ده هنسيبه برده يعيش مع نفسه جميل لغايه ما الصوص يتقل اكتر من كده شويه بصل مكرمل ده خلاص معناها ان انا دلوقتي هعمل اللي يسخن الزيت وهعمل السمك لان احنا قربنا نخلص ادي كده الزيت اهي جميل ده كده انا عايز الطاسه دي تسخن وانا عايز الزيت هنا يسخن ايه اللي بقى هيحصل اثناء ما الحاجات دي بتسخن انا بوريك ازاي نعمل السويت انيون بيوري او الكارميلا صوص من الكارميلايزد البصل المكرمل كبة خلاط اي حاجة من الحاجات دي تمام وننزل شوية البصل المكرمن جميل حبة دول مهمين قوي الزبدة تبقى جنبنا وعندي شوية مية هزود مية واحدة واحدة ازود ميه واحده واحده، <applause> اوعى <الوعتوا>. تقع، <applause> انا عايزها ناعمه جدا جدا جدا، نبقي ايه؟ حط الزبده؟ وعشان برضو يبقى صافي كده ولطيف احنا نمشيه في مصفى على اساس لو في اي يعني حتت بصل هي دي الحاجات اللي بتعمل في المطاعم عشان يطلع صوص نقي جدا بتتمشى في مصفى اه مع نفسها استنى كده على جنبك دلوقتي الزيت اخباره ايه نرمي فدائي لسه شويه ناخد بقى زيت مادام عندي زيت سخن هنا يلا بينا اوكي، هنا السمك، ده الوش اللي كان عليه الجلد تمام؟ يذوب شوية ملح وخلاص مش كتير انزل لما تيجوا تنزلوا بالذات في, في التوصل السينس حاولوا ما تنزلوهاش مرة واحدة يذوب تجروها على الوش زي ما بنعمل مع اللحمة الفليه عشان بس ياخد طبقة ما يلزقش كده اول واحده خش ازق جنبك واحده ثانيه ابتدي حرك الطاسه على طول يا مش بحركها جامد مش بعمل ستير فراي بس ما بديش فرصه ان انسجه اللحمه ان هي تلزق في الايه في الستينلس آه ال بتاع الستينلس نفسه مصفى عشان نصفي البصل شكل الزيت هنا سخن يلا بينا تمام دي اول حته نزلتها انا هقلبها شايفين اللون الذهبي تحفه مش لازق اه مان ذاتس اوسم مش لازق في الايه في الطاسه ولا اي حاجه من الحاجات دي عشان السمكه دي ما فيهاش دهن قوي ارميلهم حتتين زبده كده يلا بينا تمام يلا بينا ونصفي البيوريه بالمره الحاجات اللي تحت دي هي دي الزبد هي دي اللي احنا عايزينها جميل بكده ذس ده بيوري من البصل المكرمل معاهم زبده وفنشناها بالوستشاير صوص دي كده دي كده تقعد على جنب جميل تعال انت كده ايه اخباركم انا شايفين انا حسيت بايه انا حسيت ان لزقه هل انا رحت مسكت البتاع ده على طول لا انا قلت ايه هاجي من الجنب كده يا دوب احركها شويه حركت الطاسه لقيت ان هي فكت معايا ت... يعني ما... ما... ان انتوا يحصل لكم زعر كده لا ازاي وبتاع لازم لازم تبقوا هادين خالص خالص وانتوا بتطبخوا تمام نعم؟ السمك احنا عايزين السمك يبقى ايه طري تمام نعم؟ عايزين السمك يبقى م... يعني فليكي وجوسي ما يبقاش ناشف من جوه تمام نعم؟ باخد الزبده دي بس بحطها على الوش جميل شوف التقليه وكمان شفنا البصل ازاي ان هو بيبني اساس لطعم الصوص هنا في الكاميرا الحله وكمان شفنا ازاي ان التقليه بتدي قرمشه وبتدي برضو طعم مختلف خالص طعم التقليه مختلف خالص عن الطعم اللي هنا طعم التقليه هنا مختلف طعم مختلف عن طعم البصل اللي بيتحط في التتبيله بس في حاجه مشتركه بينهم كلهم الحاجه المشتركه ان احنا بن بنعرف بنتعرف اسف بنتعرف على البصل والعسل بتاع البصل قد ايه البصل مسكر في درجات من السكر درجات من الطعم المسكر، في عندك البصل عندنا البصل المكرمل او بيوري بصل مكرمل وبعد كده عندنا التقليه، بعد كده عندنا اخر حاجة البصل اللي بتخش بنشوحها في الاول خالص في كباب الحلة، تمام؟ نعم؟ والطبيخ مع البصل عامة بيبقى تحكم في درجات ال... ال... البصل اللي احنا محتاجينها، تمام؟ نعم؟ طيب، أنا دلوقتي عندهم لكم أول طبق اللي هي السمك. شوية برزنتيشن بقى من عندي كده بصفي منه شوية الدهن زيادة براحة خالص وانتوا بتطلعوا السمك حاجة هشة كده تدي منظر كده تدي علو في الطبق وأنا في الاخر مش محتاجين اكتر ان احنا ناخد شوية ورق كزبرة فريش ورق كزبرة لما يجي مع السمك مع السخنية الموجودة في السمك هم؟ تبقى لطيفة جدا جدا ادي كده الطبق السمك القش بياض مع صوص من البصل المكرمل مع, ال... مع نوعين بصل زي ما قلت كباب الحله ممكن ايه نقدمها في... مع رز مع بطاطس ايا كان لو انتوا حسيتوا طيب احنا انتوا مش عارف لو انتوا فاكرين لما احنا عملنا ازاي ال... ان احنا ننتقل صوصات هنا بقى الدرس ده مهم قوي هنا نركز ازاي نتقل صوصات مش احنا عفرنا بدقيق تمام حطينا معلقه دقيق صح جميل حسيت انه بعد فتره كده ما ما برده لسه يا وسام لسه صيصة شويه تعملوا ايه حلو قوي قدامكم حل من حلين او حل من ثلاث حلول اوكي يا اما ان احنا نزود له دي نزود له دقيق لوحده ودي مشكلته ان هي ممكن تكلكع في الصوص وي... ويغمق طعم مش هيغمق طعم يطفي طعم الصوص. الحل التاني ان احنا نعمل رو يعني ان احنا ناخد مثلا معلقه زبده ومعلقه زيت ون ايه ونتقل بيه بس ده معناه ان انا هطلع طاسه تانيه. او حل تالت ان انا اخد نشا وادوبها في شويه ميه عشان ما يكلكعش وبعد كده انزل عليها في الصوص. جميل؟ فخلينا انا عايز اعمل دي كده اخد البوله دي شويه. اخد البوله دي أخد مثلا ايه معلقه ونص شاي من النشا في حاجه رابعه بقى اللي مركز قوي بقى اللي فاكر ان انا ما وريته انا كلمت عليه بس بس ما وريته لكوش البرماني. البرماني ما انا عندي زبده وعندي دي ما انا ممكن افرك الاثنين على بعض وارميها جوه صح بس هياخد وقت مش عايز حاجه تاخد وقت الصراحه دلوقتي انا عايز انجز لازم مهم قوي ان احنا ندوب النشا في الميه الاول مهم قوي وانت كده على النار انزل النشا احنا عايزين دي تغلي تاخد غلوه وانا هي ان هي بتتقل معانا على طول يعني حتى انا اول ما نزلت النشا حسيت ان هي تقلت بدات ليها قوام ولسه لما تاخد غلوه خمسه نضافة بقى هنلاقي النشا المفعول بتاعه سريع جدا. له قوام كده. تمام؟ طيب؟ وكمان لو ال هتلاحظوا ان قبل كده كان في كان في زي بقعه كده من الزيت الدهن قابب على الوش. بعد ما زودنا النشا ايه اللي حصل؟ مش باين. دخل كله مع بعضه حصل دمج بين ال بدل ما الدهن يعوم على الوش لا دخل جوه الصوص تحس ان الصوص غني كده تمام خد بالظبط غلوه تقلبتين ويلا بينا ممكن بقى يتحط بقى ايه فاصوليا معاهم لما نزود بعد ما نزود مية نحط فاصوليا نحط باميه الحاجات دي عشان يبقى ايه خضار بقى فيها زي ما قلت لكم الخضار هينزل امتى لما ننزل الميه وتاخد غلوه بيرفكت أه؟ بيرفكشن perfect. اقول لكم بقى حاجه من الاعشاب ما تقطعوهاش بدري يعني ايه ان دول لسه مقطعهم فالاعشاب تتقطع يدوب يبقى عندكم برضو نفس الكلام ده لما تيجوا تطبخوا طلعوا الحاجه فريش وقطعوها بايديكم هتلاقوا ان هو طلع شكله وريحته وحاجه تحفه وعشان عندنا تقليه يلا بينا واينا. انا بحب التقليه اصلي حط شويه تقليه كده على جنب بس ادي كده حلقه النهارده خلصت الوصفتين دول في معلومات كتيرة قوي يعني في ممكن يتفرج على الحلقه بتاعه النهارده يقول اه ده عمل سمك ولحمه بس في ممكن يقول أه ايه ده انا اتعلمت اعمل ازاي كباب حله وازاي اتقل الصوصات حلو قوي في ممكن يقول إيه انا اتعلمت ازاي ان اسوي السمك بيرفكت في برضو اللي يقول انا كده فهمت وظيفه البصل وسرك لاستخدام البصل الكتير يا وسام في الطبيخ تمام معلومات كتيره جدا آه يا رب ان انتوا تكونوا خدتوا استفدتوا منها ريحه الاكل تحفه انا جعان هاكل اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله كيب اون كوكينج واستمروا في الطبيخ